نستلهم التزام خط الإمام نخلده بعزة وكرامة شيعة مسلمين وبالهادي مؤمنين والرايد يصون النفس يتبع إماما محال تتوالى في الزمان والهادي ممتحن مدة إمامته شدات في غربته ابتعد ما يوصل أحد محروم شيعته وليد شم بدعم ابتلي وارث صبر علي حلمه ومهابته صبور وبصبره انتصر وما للعدو أثار وعلمنا سيرته عصار الهادي أسوزا دت شجونا وحدة في الغربة وجنود حاصرونا وحشة سامرة وإذا الشيعة عايجونا الشيعي من شفة إمامة يمنعونا عصار الهادي أسوزا دت شجونا وحدة في الغربة وجنودي حاصرونا وحشة سامير وحشة سامير وإذا الشيعة عايجونا الشيعي من شفة إمامة يمنعونا الشيعي من شفة إمامة من سيرة الإمام نستلهم التزام خط الإمام نخلده بعزة وكرامة شيعة مسلمين بالهادي مؤمنين والرايد يصون النفس يتبع إماما شيعة مسلمين بالهادي مؤمنين والرايد يصون النفس يتبع إماما والرايد يصون النفس يتبع إماما علي الهادي أملنا هدانا ولم شملنا علي الهادي أملنا هدانا ولم شملنا وثبت بالولا نظام الوكلاء وثبت بالولا نظام الوكلاء ثقة النفس جليلة أمار يصبح وكيلا الثقة النفس جليلة أمار يصبح وكيلا يعلمنا يريد وليكم مو بعيد يعلمنا يريد وليكم مو الهادي كانت خطوته سديدة ورشيدة وصانا نحفظ منهج العقيدة الهادي كانت خطوته سديدة ورشيدة وصانا نحفظ منهج العقيدة ضد الغلو ضد البدع مسارة بجدارة
توقيع يوصل من يخط بيده ضد الغلو ضد البدع مسارة بجدارة توقيع يوصل من يخط بيده توقيع يوصل من يخط إذا عنا منعنا شرف حب جمعنا إذا عنا منعنا شرف حب جمعنا وعلى مر الزمن تحدينا الفتن وعلى مر الزمن من يحقوك علينا يطيع كل شي فينا من يحقوك علينا يطيع كل شي فينا قالوا بروح ونفس وتعالي ما درس قالوا بروح ونفس وتاع الشيعي لازم عنده أغلى غاية الولاية وأمر الإمام واتباع آية الشيعي لازم عنده أغلى غاية الولاية وأمر الإمام اتباع غاية لو غاب ما يقدر بعد يجي له وكيله يكمل مسير الحكمة والهداية لو غاب ما يقدر بعد يجي له وكيله يكمل مسير الحكمة والهداية الشيعي لازم عنده أغلى غاية الولاية وأمر الإمام اتباع آية لو غاب ما يقدر بعد يجي له وكيله يكمل مسير الحكمة والهداية يكمل مسير الحكمة عهدنا يبقى غالي للهاقي يا والي جنودك لا من بالي وأتباعك للتالي عهدناه يبقى غالي للهادي يا والي جنودك لا من بالي وأتباعك للتالي وأتباعك جندي جبال احنا ورياح الفت انما تهزنا ليوم المهدي كتاب الله واهل بيته النبي عزنا نداء الجندي جبال احنا ورياح الفت انما تهزنا ليوم المهدي كتاب الله واهل بيته النبي عزنا حياتي الحادي نراقب يوم النصرة يمحي الفتنة بأمرا يمحي الفتنة بأمرا أملنا الحجة بعلومة من بعد غيبة يروينا نسير بنهجة يا ربي عجل ظهور الحجة مهدينا أملنا الحجة بعلومة من بعد غيبة يروينا نسير بنهجة يا رب عجل ظهور الحور جمهدينا
حياتي الهادي عبرة مهدينا تضرى نراقب يوم النصرة يمحي فتنة بأمرة يمحي أملنا الحجة بعلومة من بعد غيبة يروينا نسير بنهجة يا ربي عجل ظهوره حجة مهدينا أملنا الحجة بعلومة من بعد غيبة يروينا نسير بنهجة يا ربي عجل ظهوره نسير بنهجة يا ربي عجل ظهوره يا مهدي.